سعداء جدا الحقيقة بافتتاح المقر الجديد لإدارة الطب الاتصالي، ومثل ما أنتم شايفين هذه الإدارة تهدف إلى التواصل مع مستشفيات وزارة الصحة في مناطق المملكة المختلفة، في حوالي 28 مستشفى في مدن ومحافظات المملكة المختلفة، بحيث يمكن تقديم من خلالها رعاية طبية للمرضى في مناطقهم وتجنيبهم عناء السفر للرياض أو لجدة للحصول على هذه الخدمة. ومن هذه الخدمات مثلا يمكن أن المريض يتم الاطلاع على أشعاته أو على نتائج فحوص المخبرية ما يخص ربما تحاليل العينات، وأيضا يمكن إعطائه مواعيد ويمكن التواصل مع المريض نفسه وتقديم له الخدمة والرعاية الطبية وهو في منطقته. كما تشمل أيضا وجود تقديم عناية طبية وهي جديدة تم التوسع فيها، اللي هي خدمة العناية المركزة عن بعد. يعني المريض في وحدة العناية المركزة مثل ما انتم شايفين اليوم عندهم مرضى في مستشفى احدى مستشفيات وزارة الصحة في تبوك، يمكن ان اطباء التخصصي وهم موجودين الان هنا في المكتب ان يتواصلوا مع زملائهم اطباء العناية المركزة والطاقم في المستشفى في تبوك، بحيث ممكن ان يعاينوا المريض ويطلعوا على مؤشرات الحيوية ويشاركون زملائهم في تقديم رعاية طبية مناسبة للمريض.